تعتمد التغذية الصحية على صنف من الطعام فقط، إنما يجب أن تتضمن نظاما صحيا متكاملا يشتمل على بعض الأصناف. وفي ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، أصبح من الضروري تسليط الضوء على التغذية الصحية لتقوية مناعة الجسم ودعمها، خاصة في الوقت الذي تتزايد فيه أخبار توصي بنصائح وأطعمة يعد بعضها صحيحا والبعض الآخر لا أساس له من الصحة تحت عناوين مضللة. إلى حديث أكثر عن النصائح الغذائية خلال فترة الحجر المنزلي لتقوية المناعة وكذلك للحفاظ على الوزن، أرحب بضيفي عبر السكايب أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب الدكتور محمود الشيخ علي. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور محمود ويسعد صباحك. أسعد الله صباحكم جميعا وأسعد الله صباح مجتمعنا الفلسطيني وأهلنا في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية للجميع. نعم بالتأكيد نتمنى لك السلامة وللجميع. دكتور محمود، لو نتعرف البداية عن مكونات الجهاز المناعي وما هي أساسيات تقوية هذا الجهاز. جهاز المناعة أول شيء يعني ألو؟ نعم دكتور، مع دكتور محمود نحن معك الآن على الهواء. نعم تفضل. بالنسبة لجهاز المناعة طبعا هو مجموعة متكاملة من الأعضاء والأجهزة الداخلية في جسم الإنسان. فجهاز المناعة ليس كما يعتقد الإنسان هو عبارة عن جزء معين، لا، هو يبدأ من الجلد، يعتبر جهاز المناعة. بعض الغدد الليمفاوية جزء من جهاز المناعة. خلايا الدم البيضاء هي جزء من جهاز المناعة. بمعنى أن جهاز المناعة هو عملية أو مجموعة من الأعضاء في غاية التعقيد، لذلك يجب أن نحافظ قدر الإمكان على هذا الجهاز بمكوناته حتى نقي أنفسنا من الأمراض. وسبحان الله يعني جهاز المناعة في غاية التعقيد، بمعنى أنه هو ممكن أنه لو الفيروس أو العضو الغريب طلع من مكان ودخل في مكان ثاني في الجسم، هيلاقي فيه جهاز مناعة آخر يقابله للقضاء على هذا الميكروب بغض النظر سواء كان بكتيريا أو فيروس. لذلك الحفاظ على جسم قوي، الحفاظ على جسم قوي معناته احنا في عندنا خط دفاع قوي اللي هو جهاز المناعه باعضائه وخلاياه ومكوناته المختلفه. طيب دكتور محمود، الان يعني افهم من حديثك ان هناك علاقه مباشره بين عمل الجهاز المناعي في جسدنا والنظام الغذائي. طيب نحكي اكثر عن تفاصيل هذا النظام الغذائي الذي يقوي جهاز المناعه لدينا. شوف، موضوع جهاز تقوية جهاز المناعة هو ليس مقتصر على أغذية، على الأغذية فقط، ولكن أنا عشان يكون عندي جهاز مناعة قوي يجب أن يكون جسم قوي. وعشان يكون في عندي جسم قوي، هنا بدنا نرجع لتعريف ما هو يعني تعريف جسم الإنسان، أو بمعنى آخر عشان أنا أقول بصحة جيدة، شو يعني إنه أنا صحتي جيدة؟ الصحة الجيدة هي عملية اتزان وتوازن ما بين الجانب النفسي والجانب المعنوي. إذا كان هناك اتزان معناته أنا مناعتي قوية. الآن لو بدنا نتحدث عن الجانب الغذائي ونترك الجانب النفسي إحنا مخطئين. لو بدنا نتحدث عن الجانب النفسي ونترك الجانب الغذائي برضو إحنا مخطئين. تكامل لازم إحنا نعمل عملية امتزاج ما بين الروح والجسد. والأخطر من الأغذية هي الجانب النفسي، لأنه إذا أنا أصبت بحالة من الهلع والخوف والإحباط والاكتئاب والقلق والتوتر وغيرها من العوامل النفسية التي ممكن تؤثر علي سلبا تلقائيا من الجسد، راح يصاب بانتكاسة وأصبح أكثر عرضة للإصابة بأي مرض إن كان. عشان هيك لازم يكون عندنا معنويات قوية، وهذه كمان رسالة أنا بوصلها لكل شخص بيشوفنا عبر الفضائية، وبالذات الناس المتخصصين في السوشيال ميديا والناس المهتمين بموضوع السوشيال ميديا رفقا بالناس. بالنسبة لموضوع الإشاعات وحالة الرعب اللي بتصيب الناس، ممكن إحنا نكون معول هدم وليس معول بناء
هدول الناس من خلال إحباط جهاز المناعة عندهم، وتحديدا كبار السن، وتحديدا الناس اللي عندهم أمراض مناعية أو عندهم ضعف في جهاز المناعة. لما أنا كل شوية بطلع بخبر وبإشاعة معينة، راح أكيد الناس هذه تخاف، وتلقائيا راح يصير عندي تثبيط لجهاز المناعة. هذا على الجانب النفسي يعني، وأهمية الجانب والدعم النفسي لتقوية جهاز المناعة أو الحفاظ عليه. طيب على الجانب الغذائي، نعم، أكثر من 90% من الأمراض هي أمراض نفسية. نعم. حتى العالم يعني ابن النفيس عندما تحدث في بروتوكوله العلاجي لأي مرض إن كان، وهذا البروتوكول يتبع في كل المستشفيات العالم حديثا، هو أول شيء الجانب النفسي للمريض. قبل ما أنا أدي له أي حب الدواء، لازم أجلس مع المريض وأستمع منه كويس وأدعمه نفسيا، ثم بعد ذلك العلاج الغذائي، ثم بعد ذلك العلاج المفرد، ثم بعد ذلك العلاج المركب، ثم إذا فشلت كل ما سبق ألجأ إلى الجراحة بأشكالها المختلفة. عشان هيك دائما الجانب النفسي هو الأهم، وهذا الموضوع عبر الحضارات السابقة، في كل الحضارات السابقة في الطب القديم كانوا دائما يتحدث عن الجانب النفسي. حتى في تعريف المرض الأول قبل آلاف السنين كان عند اعتقاد الإنسان القديم أن المرض هو عبارة عن نوع من السحر ونوع من الشعوذة. ليش؟ أنه مرتبط كله في الجانب النفسي عند الإنسان. إذا إحنا عدينا الجانب النفسي وأنا نفسيتي قوية، أنه فيروس كورونا أنا دائما يعني بأطمن شعبنا الفلسطيني وبالذات أهلنا في غزة، إحنا الحمد لله رب العالمين. فيروس كورونا أجانا تقريبا بعد أكثر من 10 شهور إصابته بالعالم. فيروس كورونا غزا عشرات الدول، فيروس كورونا أصاب ملايين، عشرات الملايين من البشر. هذا كله بيدينا خبرة الناس اللي أصيبوا في أن اليوم مئات بل آلاف من قصص الناس اللي طابت من هذا الفيروس. لكن المطلوب منا أخذ الحيطة والحذر، النظافة الشخصية وغيرها من الأمور اللي احنا كلنا صرنا عارفينها، وما بنا نعمل حالة رعب عند أنفسنا حتى وإن أصبنا بكورونا. أكثر من 80% من الناس اللي انصابوا ما بيظهر عليهم أعراض، 95% من الناس اللي صابوا بكورونا بيتم شفائهم، 5% فقط هم اللي بيدخلوا العناية المكثفة. تمام، احنا ما بدنا نكون من 5% إذا أصبنا، خلينا نكون من 95% اللي بيتم شفائهم. هذا كله من خلال رفع المعنويات ومعرفة والمعرفة جيدا لهذا الفيروس. اليوم كثير من المعلومات والدراسات طلعت حول هذا الفيروس، لكن ما بدنا نعمل كمان، ما بدنا نستهتر، لأن الاستهتار يساوي المبالغة في طرح موضوع فيروس كورونا. الوسطية والاعتدال في التعامل مع الفيروس. طب الآن لو ندخل إلى الجانب المتعلق بالنظام الغذائي دكتور محمود. نعم، الجانب الغذائي طبعا الآن معظم الناس في قطاع غزة قاعدين في البيوت. يعني خلينا نحكي عن فئتين من الناس. للأسف الشديد في فئة من الناس لجأت لتناول لشراء المعلبات والمواد الحافظة والمشروبات الغازية. هذول للأسف وكأنهم مصممين أنهم يضعفوا جهاز المناعة، لا سيما أنه فيروس كورونا ممكن يلف علينا كلنا، يعني ممكن كلنا نكون مصابين بفيروس كورونا، وهذا شيء طبيعي ولا يدعو للقلق. لكن أنا عشان أستعد لهذا الفيروس منزليا لازم يكون أكلي منظم. ما بنفع أروح أشتري مشروبات غازية ومأكولات، وهذا كله ما تحذر منه العلماء، لأنه هذا كله يضعف جهاز المناعة، لأنه تعتبر عبارة عن مأكولات غريبة لا تدعم الجسم بشيء. بينما أنا في عندي مأكولات في البيت، ودائما أقول أنه رفع جهاز المناعة لا يحتاج أنه أنا أكون غني أو معي فلوس، سواء الغني أو الفقير بإمكانه رفع جهاز المناعة من البيت. أول شيء سلوكيات بسيطة، وهي النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، والنوم على العتمة لرفع جهاز المناعة. رقم 2 ممارسة الرياضة في البيت، لو لعبت ربع ساعة ثلث ساعة يوميا أي نوع من أنواع الرياضة راح أرفع جهاز المناعة وأعمل على تنشيط الدورة الدموية. شرب الماء والسوائل الدافئة والشوربات يرفع جهاز المناعة. تناول المأكولات البسيطة وعلى رأسها الثوم والبصل، هدول النباتين اللي ما في بيت في غزة لا يخلو من الثوم والبصل. إحنا عندنا مستودعين للأدوية، بل يعني مصنعين من الدواء اللي هو الثوم والبصل، لو أنا تناولتهم بشكل يومي راح يرفع لي جهاز المناعة. خلي التفاح الطبيعي لو أنا وضعته على الأكل راح يرفع لي جهاز المناعة. تناول الخضروات بأشكالها وأنواعها المختلفة بيرفع جهاز المناعة. العودة إلى الطبيعة في المأكل والمشرب بيرفع جهاز المناعة.
شرب الاعشاب الطبيعيه الموجوده المتوفره عندك في البيت، سواء كيل الجبل، الزعتر، المرميه، نبات اسمه الميليسا، حشيشة الليمون، الزنجبيل، القرفة، ورق الزيتون، هذه النباتات كلها تساهم في رفع جهاز المناعة وتهيئ الجسم وتقويه لما هو قادم من ميكروبات غريبة. طيب دكتور محمود، لربما إلى جانب هذا الموضوع تبرز مشكلة كبيرة خلال فترة الحجر المنزلي، وهي يعني شراهة عند الناس في تناول الأكل، كيف يمكن ضبط هذا الموضوع؟ هذا بالفعل يعني ودراسات طلعت على مستوى العالم أنه الحجر المنزلي راح نطلع فيه بزيادة وزن كبيرة، لكن هنا لازم برضو في المقابل أنه لازم يكون في عندنا برنامج يومي، برنامج يومي للناس الموجودين في الحجر، يعني مش كل دقيقة أروح على الثلاجة، كل دقيقة أروح أتناول أكل، لأنه في الآخر حتى وإن كان الأكل بسيط في الآخر هي عملية تراكمية، وفي آخر اليوم راح يكون في عندي دخول السعرات الحرارية في الجسم أكثر من السعرات الطالعة، لا سيما إنه ما في حركة كثير، لكن لازم يكون في عندي تنظيم للأكل وأعمل جدول، لازم يكون في عندي جدول أنا إيش بتفطر، إيش بتغدى، إيش بتعشى. أنا بنصح كل الناس الموجودين بالحجر المنزلي الابتعاد أو قدر الإمكان الابتعاد عن ثلاث حاجات اللي هي السبب الأساسي لزيادة الوزن. أول شيء السكر الأبيض لما له دور في إضعاف جهاز المناعة، وأنا معني أقوي المناعة، واستبداله بالفواكه الطبيعية أو محلي ستيفيا، وهو المحلي الآمن الذي نتبناه في كبديل عن السكر، بالذات للناس اللي بيعملوا دايت أو للناس اللي بيحافظوا على صحتهم أو لمرضى السكر. رقم اثنين، إذا بقدر أو متوفر عندي دقيق القمح الكامل أفضل من تناول الخبز الأبيض، أو إذا مش متوفر أقلل من تناول الخبز إلى الحد الأدنى، استبدال البرغل بالرز بكون أفضل. رقم ثلاثة، الإقلال من تناول الدهون، بالذات الدهون المشبعة زي المنجرينة والزبدة وغيرها من الدهون، والعودة إلى الزيوت الطبيعية زي زيت الزيتون، زيت الكتان، زيت السمسم. هذه الزيوت كلها مقوية لجهاز المناعة، تحديدا زيت الزيتون لما له وبعدين هو متوفر عندنا في فلسطين. الثلاث، واستبدل الدهون المهدرجه بالزيوت النباتيه، ولكن برضه بدي اقلل من تناول الزيوت حتى وان كانت زي زيت الزيتون، لانه في الاخر يحتاج الى جهد لحرقه. نعم. الابتعاد عن ثلاث حاجات هذه اللي بتزيد الوزن، والاكثار من تناول الخضار، الفواكه اذا كانت متوفره، ربما الخضار اكثر توفرا، وبعدين كل انواع الخضار زي ما حكيت يعني تقوي المناعه. اللي بيتعود على تناول صحن سلطه بشكل يومي يكون على ثقه ان جهاز المناعه عنده قوي، وهي السلطه التي تحتوي على البندوره اللي فيها ماده اللايكوبين والقشور وغيرها من الفيتامينات، التي تحتوي على الخيار والجزر والبقدونس والجراده والفلفل الاخضر والخل وزيت الزيتون. هذا الصحن المشكل يجب ان نتناوله بشكل يومي، هذا بحد ذاته يعتبر ايضا من افضل ما يمكن استخدامه لتقويه جهاز المناعه. نعم، بالتاكيد نشكرك على كل هذه النصائح الغذائيه لتقويه جهاز المناعه، شكرا جزيلا لك دكتور محمود الشيخ علي، اخصائي التغذيه العلاجيه وطب الاعشاب، نتمنى السلامه لك وللجميع. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه، خليكم في البيت والى اللقاء.